إذا جئنا إلى القمر بعده عن الأرض 240,000 كيلو، لو كان أقرب أو أبعد لأدى أيضا إلى خلل، لأن القمر له علاقة بالمد والجزر، فلو كان أقرب لأغرقت المياه اليابسة، لغرقت الأرض ومن فيها، ولو كان أبعد من ذلك بكثير لغارت المياه، ذهبت المياه. الشمس أيضا في مكان مقدر تقديرا دقيقا، لو كانت أقرب لاحترقت الأرض وما فيها، ولو كانت أبعد لكانت تجمد. ثم يأتينا من الشمس، من أشعة الشمس بقدر الفائدة كما ذكرنا. ثم لو كان مكان الشمس مثلا نجما آخر أكبر منها، لو كان مكان الشمس الشعرى وهو رب الشعرى، هي أكبر من الشمس 20 مرة وأقوى منها 50 مرة، أو لو كان مكان الشمس السماك الرامح أكبر منها 80 مرة وأنور منها 8,000 مرة، أو لو كان مكانها سهيل أقوى منها 2,500 مرة. فإذا معنى ذلك أن كل شيء مقدر تقديرا دقيقا، لا يزيد ولا ينقص، لو زاد لأدى إلى كارثة، ولو نقص لأدى أيضا إلى كارثة. فإذا كما ذكرنا من قبل، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بمقدار، إذا مقدار دقيق.